سلام من الله عليكم متابعي ومتابعات قناة أخبار المغرب، مرحبا بكم. هز انفجار خطير عصر اليوم السبت أحد الحمامات الشعبية بحي البساتين، مما أدى إلى إصابة أزيد من 20 امرأة. جرى نقلهن إلى وجه الاستعجال نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس. وكشفت مصادر محلية أن سيارة الإسعاف التي هرعت على الفور إلى عين المكان رفقت عناصر الأمن، حيث تم نقل هؤلاء النساء على وجه السرعة للمستعجلات، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب الانفجار راجع إلى مشكل في سخان الماء الموجود في أحد أركان الحمام. وسنوافيكم إن شاء الله بالجديد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.